إلى المستشفى التركي في داخل مدينة طباء. انتبهوا انتبهوا انتبهوا. ماذا يحصل فادي؟ إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي خرج من داخل المركبة. طبعا عملية الاشتباك، أمال تسمعينني؟ نعم نعم، سمعتك تنبه المصورين أعتقد، ما الذي حصل؟ حصل أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي خرجوا من المركبة وبدأوا بتصويب البنادق تجاه الصحفيين هنا، خاصة أيضا أن هذه الأليات العسكرية على ظهرها يوجد عبارة عن أسلحة أوتوماتيكية على ظهر هذه المركبات العسكرية. نحن الآن نتواجد في شكل مباشر أمام هذه المركبات، وخاصة أن الجيش في حالة استنفار كبيرة، لأنه تم تفجير أكثر من عبوة محلية الصنع، وتم أيضا استهداف جيش الاحتلال بالرصاص في هذا الموقع تحديدا في مدينة طوباس، وكذلك أيضا بلدة طمون حيث نتواجد عند مدخلها أو أقرب إلى مدخل هذه البلدة.